نقف الآن عند قرية مبنية من الأحجار، طبعاً هذه له آلاف السنين زي ما تشوفون. طلالات هذه القرية القديمة، يعني هنا شوفوا بيوت هنا بالاتجاه هذا وبالاتجاه، طبعاً قريبة هي من الجبال هذه وتطل على الوادي هنا، هذا وادي طبعاً. شفنا القرية كانت مبنية من الأحجار، طبعاً هنا المكان هذا بيت هنا من الأحجار، وهناك في بيت وعدة بيوت متفرقة. فهذه طبعا قديمة لها آلاف السنين في هذا المكان. شكرا لكم وفي أمان. قرية قديمة كلها من الأحجار، هذه لها آلاف السنين، لم يتبقى منها إلا الأحجار هذه. بحثنا عن رسوم ونقوش فلم نجد شيء، وجدنا هذه الأحجار والمكان هذا.